مشاهدينا إلى نقاش الآن إلى النقاش الثاني لغرفة الأخبار، والذي سنسلط فيها الضوء على مراكز تطوير المقاولاتية وحتى الابتكار داخل الجامعات، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تنصيب أزيد من 100 مركز عبر مختلف الجامعات والمعاهد عبر الوطن. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد كريم بروري، خبير في تنظيم الأنظمة الاقتصادية والابتكارية وعضو منح علامة شركات الناشئة. أهلا بك سيدي وشكرا على تلبية الدعوة. شكرا للاستضافة وفرحة وسروري في شروق نيوز. العفو سيدي، أهلا بك. بداية، هناك توجه يعني للسلطات لربما دعم الطلبة وتحفيزهم حتى يعني يدخلون مجال المقاولاتية، وذلك من خلال خلق مراكز تطوير المقاولاتية الآن داخل الجامعات. كيف ترى هذه النقطة سيد بروري؟ شكرا على السؤال. يعني رانا نواكبوا الامور راهي تتسارع يعني في نظام في بناء النظام المقاولاتي الجزائري وايضا النظام الابتكاري. هذه الامور شفناها في ثلاث سنوات الاخيره وين وقع التسارع، وفي نفس الوقت التقارب بين وزارتين اللي هما وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره اقتصاد المعرفه، الشركات المصغره والشركات الناشئه. في نطاق هذا التقارب بالطبع اليوم الهدف انه نخلقوا مقاولين ومقاولات اللي يكونوا في هذا الاقتصاد المعرفه. وبالطبع كي نخدموا في اقتصاد المعرفه، المكان الاول اللي يجينا في البال هو الجامعه الجزائريه، ككون هذا يعني المرصاد لهذا الامر. واليوم بالطبع شفنا خروج هذا المرسوم في الجريده الرسميه، وهذا القرار اللي هو قرار يعني مشترك بين الوزارتين اللي حت على خلق هذا دور مرافقه المقاولاتيه في الجامعات والمدارس العليا الجزائريه في كل قطر الوطن، كما قال رئيس راحل يعني من الطرف المغنيه ومن الجزائر العاصمه اليوم اليزي والتندوف. دونك كاين هذا دور مرافقه المقاولاتيه في كل الاماكن. نعم، وانت يعني كنت ايضا من بين مؤسسي الحاضنات، وحتى كنت ترافق الطلبه في مشاريعهم الابتكاريه. الان يعني ما دام تم خلق مراكز خاصه بتطوير المقاولاتيه، كيف سيتم مرافقه الطلبه واصحاب المشاريع واصحاب الافكار ضمن هذه المراكز الجديده؟ خلينا نادي نحمق على امر انه هاد الدور كانوا كاينين، شي حاجه جديده، ولكن ما كانوش عندهم يعني مكانة حقيقية في المنظمة. يعني كنت أحكي على منظمة بصفة عامة. اليوم حيوط هذه الديور راهم ملك الجامعة الجزائرية والمدرسة العليا، ولكن راح يكون تسييرهم من نطاق وزارة اقتصاد المعرفة بالوكالة الوطنية لتنمية وتطوير المقاولاتية. إذا انطلاقا من هذه النقطة على بالنا بلي التكاليف يعني تكلف يعني يعني العمليات تاع هذا الدور، انه هذه التكاليف يعني خلاص يجب تمويلها يعني هذه المشاريع قبل ما نحكوا على تمويل المشاريع لازم نحكوا على تمويل هذا الدور. يعني كي راح تهضر على التحفيز والمرافقة راح تهضر على الأشخاص. في المنظومة القديمة كانوا يعني دي بينيفول، أشخاص يتطوعوا ويديروها من الأساتذة اللي كانوا يعني يمدوا من وقتهم ويأمنوا في القدرات تاع الشباب والطالبات والطلبة الجزائريين، ولكن اليوم خلاص المنظومة خذتها بعين الاعتبار من أعلى قمة الوطن، وأنا نحطوا الإمكانيات اللي لازم نحطوها في المكان المناسب باش نقدروا نشوفوا يعني نتائج. الهدف ايضا هو التمويل كما قلتي. بالطبع نعرفوا كاع لاكس اونساج اللي هي الوكاله اليوم ولات الوكاله التطوير وتنميه المقاولاتيه النازدة. الهدف انه ايضا نروحوا في ترقيه اختيار حاملين المشاريع، نقولها هكا، لان زمان في لونساج كان عندنا يعني مقاولين ومقاولات اللي نجحوا اللي خرقوا شركات، ولكن على بالنا باللي كان بعض عدد كبير اللي يفشل اخفاق وما ندخلش في التفاصيل كاع نعرفوا الحكايه. ولكن اليوم رانا نروحوا في يعني ترقيه هذا اختيار المقاولين والمقاولات، ثانيا تكوينهم في اول المسار يعني قبل ما يروحوا يجيبوا التمويل يتكونوا اولا،
وثانيا كي نعطوا لهم هاد التمويل يعني اللي نعرفوه اللي يلحق حتى مليار سنتيم 10 ملايين دينار جزائري، الهدف انه يبقوا عندهم علاقه مع دور هادو تطوير المقاولات كما كانوا، يقدر هذا الشاب يقدر يطرح اسئله، يقدر يجد يعني مرافقه وتحفيز. للرغم ان نحل قوس لربما لان السؤال يطرح، رانا نتكلموا على الجامعه وانا من بعض الاشخاص وكي قلتها عندي مشوار في المرافقه في بلادنا. الابداع والابتكار ما عندوش مكان غير في الجامعه، راهو يخص كل الجزائريين والجزائريات، المقاولات والمقاولين والمقاولات كيف في كل اقطار الوطن ايا كانت يعني لا كلاس سوسيال تاعهم او الدبلوم تاعهم. دونك اليوم حلينا الباب في التمويل فيا لاناد في نطاق لي سي دي او مراكز التطوير ومرافقه الابتكار المقاولات، شكرا في الجامعات. ولكن الوزارات راهم اليوم هي وزاره التعليم العالي ووزاره الاقتصاد المعرفه والشركه الناشئه والمصغره يعملوا على هذا الامر وعملوا على هذا الامر في الكواليس. دوكا كان امور اخرى يتعمل مع ايضا التكوين المهني، المعاهد اللي تابعه لوزارات اخرى كما الصيد البحري، الفلاحه اللي هي ايضا تحل، ولا السياحه اللي تحل ايضا ببنها في المعاهد والمدارس العليا تاعها لطلبه يقدروا ايضا يخلقوا شركات تاعهم ويحوسوا على التمويل. اذا اليوم الميكنه هي اساسا ترقية إعطاء هذا التمويل لأحسن الجزائريين والجزائريات اللي راح يقودوا هذه القاطرة الاقتصادية. واليوم بهذه النقطة ونرجع لك الكلمة نادية، أنه اليوم رانا نحمقوا على بناء اقتصاد الشركات المصغرة والمتوسطة. هضرنا بزاف في الخمس سنين اللي فاتوا على الشركات الناشئة، ولكن ومازلنا نبقاو نهضروا عليهم ولازم نبقاو نهضروا عليهم، ولكن الشركات الناشئه كنا نديروا هذا الخصوص ما يقدروش يتطوروا اذا ما عندهمش نسيج تاع شركات مصغره ومتوسطه في الخدمات وفي الصناعه باش ترافقها في تطوير الخدمات والمناتج الجديده تاعها. هذو الشركات الناشئه اللي هما الهدف تاعهم العالميه، للرغم ان الشركات المصغره والمتوسطه اللي يقدروا يخرجوا من هذه المراكز واللي يكونوا حاملين هم الجامعيين وغدوه ان شاء الله طلبه وطالبات التكوين المهني، هما يلبيوا اولا وقبل كل شيء الطالب الداخلي تاع الوطن. اليوم تحقي مكتب، تحقي اون كوك تاع تليفون، تحقي يعني اي شيء يقدر نصنعوه اليوم في الجزائر، وهادو هما اللي حيصنعوا ماشي الشركات الناشئه. الشركات الناشئه تستهلك خدمات ومنتوجات اللي يديرهم هاد الشركات اللي ربما راح نشوفوا اليوم الخروج والولوج الى السوق من هاد الشباب. نعم، بما انك تتحدث عن الشركات الناشئه وانت عضو لجنه منح علامات شركات الناشئات، ربما ما هي الشروط حتى يتم منح هذه العلامه شركه ناشئه لاصحاب المشاريع والمبتكرين واصحاب الافكار؟ بالطبع هاد النقطه تولي وتعاود تولي. نحل يعني خلينا باش نبقى في نفس السؤال، كي نتكلموا على الشركات المصغره والمتوسطه اللي ربما ينالوا تمويل من العناد يعني من الوكاله الوطنيه لتطوير وترقيه المقاولات، هما بالذات يقدروا يبداو كشركه مصغره ومع الوقت يطوروا نموذج اعمال باش يولوا شركه ناشئه. اذا هذاك التمويل اللي ينالوه الاولاني يقدر يستهلكوه باش يطوروا الخدمه الاوليه والمنتوج الاولي، ولكن باخذ بعين الاعتبار انهم يقدروا يطوروا نموذج اعمال باش يولوا شركه ناشئه. اذا انطلاقا من هذه النقطه، اذا ناخذ هذا المثال، هاد الشركات عندهم اولا اول معيار ما لازمش يفوتوا 8 سنوات، يعني عندهم 8 سنين في يدهم من اليوم وين يخلقوا الشركه حتى 8 سنين غير نهار باش يقدروا يطلبوا علامه شركه ناشئه. هذه اول معيار. ثاني معيار كان معايير على عدد العملاء العاملين، باردون، عدد العاملين والمدخول الخام تاع الشركه اللي ما يجيش يتفوق 500 مليون دينار جزائري، يعني 50 مليار سنتيم، صحيني وراني غلط، وفي نفس الوقت ما يتجاوزش 250 عامل في الشركه، لان اذا اليوم عندك اكثر من نصف مليار دينار دخل في الشركه راسك ما راكش شركه صغيره، خلاص كبرت. ثالث امر عندك نموذج اعمال، يعني بيزنس موديل، قولها هكا باش الناس تفهم.
نموذج أعمال اللي عنده نوع من يعني من التسارع الاقتصادي في اكتساب الزبائن والمداخل. يعني هذه الخاصية تاع الشركات الناشئة، أنها تلقى يعني الفكرة هذه المبتكرة والمبدعة اللي تخليهم يحولوا نموذج الأعمال تاعهم ويقدروا ينالوا أسواق كبيرة، يعني يمكن نقول كبيرة إذن عالمية، نعم، بسرعة، ويقدروا يزيدوا الزبائن تاعهم والمداخل تاعهم. دونك لازم نموذج الأعمال تاعهم يكون من هذا النوع، وبالطبع عنده بعض الارقام باش نقدروا نشوفوا باللي حقيقه انهم في السوق. هذه طلب شركه ناشئه، علامه شركه ناشئه، وفهمتوني وما نقولهاش ولكن راح نقولها، لازم تكون عندك شركه يعني حقيقيه، تسمى عندك سجل تجاري، عقد تاسيس الشركه، وهذه الامور يعني العاديه كي نخلقوا شركه. نعم، وفي مراكز التطوير المقاولاتيه التي تحدثنا عنها في الجامعات، كل الطلبه عندهم الحق انهم يكون عندهم يعني مجال لدخول هذه المراكز، او فيه ربما شروط معينه؟ لا، كل الطلبه، الو خلينا نكونوا نزيدوا نوسعوا، كل حاملين شهادات من التعليم العالي الجزائري، اي كان يعني الرتبه، يعني ليسانس، ماستر 1، ماستر 2، احنا من الجيل القديم، دونك ما كاش كاين ماستر، انا مهندس دوله. الكل ايا كان العمر، ويعني نتمنى ما يشغل، يقدروا يصحونا يا اقل من 50 سنه، طلعوا على 50 سنه، يقدر يروح المركز التكوين، متخرجه من اي جامعه، قال الجزائر، نقول نابورتو كندا صحيني وين غلط، الجزائر 3، لونيفرسيتي دالجي 3، تخرجي تعاودي تروحي الجامعه الجزائر 3، تروحي لمركز التطوير المقاولاتي، قول السلام عليكم انا متخرج من هذه الجامعه، هاو الدبلوم تاعي، حبيت نتكون في المركز، يعطوك يعني برنامج تكوين بالطبع، وهذا هذو مع لي ديتاي يعني تاع البلانينغ، وباش تتخرج اساسا كي تكمل الدراسات، هي اسبوع 15 يوم، ما تيماجينيوهاش شهور، يعني التكوين ما راحش ياخذ، لا لا لا، يعني هو التكوين ثلاث اسابيع اعتقد ماكسيموم يعني، ولكن باش تفهمي التكوين هو ماشي، ما راحش نكونك على الاقتصاد، راح نكونك على اليوم كيفاش نسيروا شركه في العالم يعني اللي رانا فيه، كيفاش نطوروا ماركتينغ، تسويق تاع شركه، هاد الامور اللي ولات عاديه في الشركات. اذا اي شخص حامل شهاده تعليم عالي ونقول هكا عنده اقل من 50 سنه يتوجه للجامعه تاعو، المرسوم راهو كاين في الجريده الرسميه في جوجل، يكتبوا المرسوم ويلقاوه، كاين 102 مركز كما كنت نقول، من الجامعات، من المراكز الجامعيه والمدارس العليا اللي يقدروا يروحوا لها. واليوم لربما النقطه ماشي واضحه، اسكو نقدر نروح المدرسه واحده اخرى، هي روحوا يعني عندكم ديبلوم، روحوا طبطبوا وقولوا ماني حاب ندير تمين، اظن ان الابواب الجامعه راه محلوله اليوم ومفتوحه للشباب، ويقعد تحت 50 ولغير الشباب باش يقوموا في المقاولات ويخلقوا هذه الشركات. نعم، شكرا لك سيد كريم بروري، ربما عندك اضافه حبيت؟ لا، يعني بالتوفيق للجميع، ولازم تثقوا في قدرات الشباب ولا شباب تاعنا. شكرا لك سيد كريم بروري، خبير في تطوير الأنظمة الاقتصادية والابتكارية وعضو منح علامة الشركة الناشئة، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا. العفو.